مرحبا، اليوم بدي ورجيكم جواكاميلي. طبعا جواكاميلي قصته انه انت واحد اسمه اخوان، هذا بيته كاسا دي اخوان، بيهجموا هياكل عظميه على المدينه تبعه، القريه تبعه، بيخطفوا بنت الرئيس البريزيدنتي. طبعا فهذا اخوان بيلبس قناع، بيتحول لمصارع مكسيكي اسمه جواكاميلي، وبيروح بحارب بصارع الهياكل العظميه، والمعلم تبعه اللي بيعلمه شو الحركات وكذا في معزاي او تيس وجاجي، اوكي، فراخ يعني، اسمه كومبو تشيكن. المهم هلا الفكره بقى انه عندك يمين يسار، في اللي هي الدوج اللي مشان انك تتفادى الضربات، في البانشينج بالاكس، في بالواي كمان بتقدر تمسك، وفي اللي هي الضربات السبيشل بالبي، طبعا بدك تحرك فوق او تحت او كذا لحتى تقدر تستعملها. هون هدول طبعا هنا السيف بوينتس، تكبس واي بتروح على، فيك تشتري ابيليتيز او كوستيومز او جست ووك اواي. طبعا كوستيومز انك فيك تغير. هلا الجيم ممكن يلعبوها اثنين، فاذا حدا هلا مشابك ممكن يحط انتر او يشبك الايد الثانية على الكمبيوتر ويلعب. اوكي، الابيليتيز اللي هي مثلا بزيد الهيلث تبعك، بزيد الستامينا اللي هي بتستعملها تضرب فيها الضربات الرئيسيه تبعك، شغلات هون حركات الى اخره. طبعا كل وحده بيقول لك شو هي. اوكي، هلا طبعا بس نلم مصاري اورجيكم اياها. وطبعا بيقابل ناس بالطريق وبيقدر يحكي معهم. ما في يعني ما في تمثيل صوتي باللعبه، بس مو مهم يعني، القصص اللي بتنحكى حلوه. طبعا بكون بالقريه وبشوف عنها. هلا كمان في شغله ثانيه بالجيم، هي انه في عالمين، عالم الاحياء اللي هو فيه هلا وعالم الاموات. طبعا جواكاميلي بيقدر يتنقل بيناتهم، بفوت من هون بيدخل عالم الاموات، هذا عالم الاموات، او عالم الاحياء. اوكي، الجيم هي على مثل ما على البلاي ستيشن، على الفيتا، ونزلت على البي سي من جديد. خليني اورجيكم القتال كيف. طبعا مثل ما كنتم شايفين رسماتها كثير حلوه. كومبو 49 هيت، حلو. وهي اظن مين هاي؟ شكلها ساحرة شريرة ولا شيء. اوكي، بتقول له مين انت؟ اوكي، حبته قال ما بعرف ليش، شكلها شافته جقت. I suppose you're looking for Carla, he's off. اوكي، maybe instead of chasing after them you and I can have a bit of fun. اوكي، نتسلى. شكل بدها تطبقوا. بتحاول تسحروا. He is lonely and in need of some. اوكي، بدها تبعت لي البت تبعها. هات البت تبعك، ما عندي مشكلة. هذا شكله مثل البوس فايت. اوكي، فهي القتال. طبعا على فكرة كثير فني، كثير بتسلي. عفوا، وينهم؟ في خلصوا؟ لا، طبعا بالواي بتمسكه فيك تقلبه مثل ما شفتوا السهم، فيك تقلبهم على بعض. حلو، مصاري. اوكي، نرجع عالم الاحياء. في شيء هون؟ لا. طبعا مع الوقت بيجيك ابيليتيز جديده ممكن تستعملها. استامنا تبعي خلصت. اوكي،
اللي شايفين نقطة الصفر فوق هدول الستامينا. عالم الأموات مرة تانية. اوكي اذا بدنا يخيلوني احياء اموات احياء اموات. شوفي هون طبعا في عندك ماب كمان اذا حابب تشوف. طيب نحن نطلع لفوق معناتها. تخيلي. اوكي طلع سيف. شوفي هون هذا باب. اها بوصلنا غير مكان. طيب شوفي سام عم يقول لك لفوق. عم نسمع كلامه ونطلع لفوق. ما فينا مصاري ففي شيء لازم نجيبه هون. نفوت من هذا الباب ونروح هيك نشوف شو الموضوع. طبعا شايفين الرسم تبعه كتير حلو. ها هذا التنين مكسيكي. صباحو. لفوق. منيح ما سلخني شي فاير بول. في تالي. اه هدول بعالم الاموات فانا لازم اروح لهون واقتلهم. بعالم الاحياء سوري. اوكي ممتاز. اوكي وهيك هي هي الجيم. طبعا لذيذة كتير ممكن تلعبها مع صاحبك. طبعا واحد بياخذ جواكاميلي واحد بياخذ البنت اللي معه. خلينا نشوف اذا فيني شغلها هلا بس لاخلص من الاوضه هاي. او كمان القتال فيها كثير بيسلي. اوكي هلا نشوف اذا فيني بس كبست انت. لا لازم ايد ثاني. اوكي ان شاء الله. طبعا هيك فيك تعدي هدول تعمل دوج. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اللعبه حلوه كثير. اللي بحب هذا النمط من الالعاب يروح يجربها. قتل التنين. تع في والله مو حاسس على شيء. المهم هذا التيس خليني اورجيكم اياه. طبعا هذا التيس هو اللي بيعلمه على ال هي جواكامولي. دود واي يو غاتا يو واي يو غاتا جو اند بريك ماي تشوزو ستاتشو بيرش ذات واز هيو. طبعا اوكي علمني على شيء جديد اسمه جود جمب. شو بيعمل هاد؟ اوكي بنط على الحيط. طيب تمام. وهيك كل شوي بتقدم بياخذ ابيليتيز جديده وهكذا. طبعا الجيم كتير حلو بنصحكم تلعبوها خاصه اللي بحب هذا النوع. موجوده على ستيم موجوده على بلاي ستيشن. ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وكل هالقصص هاي. بشوفكم بعدين.